إذن صباح السيدة نتواصل وإياكم مباشرة من هنا من عملة مكناس في إطار إضراب يتخذه شغيلة قطاع الحفلات، القطاع الأكثر تضررا في المغرب نتيجة قرارات ارتجالية تضرب خبط عشواء يمينا وشمالا، وأكبر المتضررين هم هؤلاء النسوة والرجال الذين يشتغلن في هذا القطاع، قطاع أرخى بظلاله على عديد المشاكل. وتنعرفوا جميعا أن القطاع يشغل يد عاملة متميزة أبرزها الناس ديال النقافة، الطيابة، التريتور، السربايا، الجوق، الدقيقية، عيسى وما خفية كان أعظم. فبالتالي هذه رسالة مفتوحة غير مشفرة لكل القائمين والمسؤولين أنهم يعيدوا النظر فيما يقع لهذا القطاع، لأنه القطاع الأكثر تضررا في المملكة المغربية. التحية للمنشط الإعلامي عادل علوي مباشرة بصوت. السلام عليكم، تحية كبيرة لجميع المتتبعي الجرائد الإلكترونية والمسموعة اللي دائما متبعينا ومواكبينا. اليوم وقفة احتجاجية لمتضرر قطاع الحفلات والمناسبات للتعبير عن عدم الرضا على قرار الإقصاء وقرار تهميش هذا القطاع بوحده، على يعني بوحده في هذه القطاعات اللي كل شيء كيشتغل كالمسابيح. وزيد على ذلك حنا ما ضد حد، ولكن باش تعتبر ان قطاع الحفلات هو السبب في انتشار الوباء فهذه مغالطه كبيره ما نقبلوهاش. عطاونا العمل باحترازيات وعطاونا العمل بعشره ديال الطوابل والتزمنا وضبطنا الامور مهنيا وضبطنا الامور حتى لوجيستيكيا، والناس تأنجاجت في مجموعة ديال الأمور، وفالتالي جاء القرار الوقف في العيد. عيدوا بينا صراحة، دبحونا بلاصة الحولي، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لن نرضى بهذا الظلم في بلاد الحق وبلاد القانون وبلاد يعني الديمقراطية والحرية في التعامل مع الأوضاع. فكان تكون استشارة، كان تكون لقاءات من أجل أننا نلقاو حلول، وحتى احنا مستعدين نوقفوا، ولكن نوقفوا بتعويضات وبواحد الطرق اللي هاد الناس هادو تضمن لهم الكرامة ديال العيش. واش إنسان يمشي يموت؟ الناس راه كياكلوا طرف الخبز من هاد القطاع هذا، كل شيء تياكل طرف الخبز بطرق مختلفة وبنسب مختلفة. ما يمكنناش نصبروا على هاد الشيء، وما يمكنناش الظلم نسكتوا عليه. ولكن صراحة انتم كتشوفوا توافد المهنيين المتضررين من أجل التعبير
عن عدم الرضا ومن أجل التعبير سلميا، لأن احنا الحمد لله دائما كندخلوا في إطار القانون وما يسمح به القانون، ولكن بغينا هاد المسؤولين هادو يتصنتوا لنبض الشارع ويتصنتوا لنبض المهنيين اللي قصوهم بجرة قلم. طلعت كل كرموز هبت شكون اللي قالها لك؟ هذا مثل كيقولوه لنا جدودنا، اليوم كتقولوا لنا الحكومه، وحنا ما رضاوش بهذه الامثله هذه تكون في حكومه تتحترم راسها وكتحترم الدستور وكتحترم القانون، والدستور تيسمح لنا بحق العمل وحق الشغل مكفول من طرف الدستور. فاحنا ما بغيناش ناديو بلادنا، ما بغيناش ناديو المواطنين، وحنا مواطنين، ولكن في نفس الوقت ماشي احنا بوحدنا اللي كاينين كقطاع الحفلات والمناسبات. راه الميادين كلها، البحر عامر، الطوبيس عامر، السوبر مارشيات مترتقين، السوق في العيد كان مترتق. هادشي ما تشافش، هادشي ما تخداش بعين الاعتبار. حنا كنطلبوا من الحكومه الا كانت الوضعيه الوبائيه لا تبشر بالخير، يديروا لنا حجر صحي ديال 15 يوم للمغرب كامل، ونخرجوا كاملين ونخدموا كاملين، يا نجلسوا كاملين يا نخدموا كاملين. اما باش انه غير الحيط القصير هو قطاع الحفلات، فهذا لن نسمح به ولن نسكت عليه رغم جميع الظروف ورغم جميع الحيثيات. والسلام عليكم ورحمه الله وشكرا. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. بصفتنا متضررين من هذا القطاع ديال الحفلات، كنجلسوا صاحب الجلاله باش يشوف لنا الحل ديال هذا الشيء هذا، لان بقينا كنشوفوا شي حوايج اخويا. الحكومه تخرج بشي قرار وكيطبق في البلاصه، لان القرارات راه خصهم يتناقشوا ويشوفوا السلبيات ديالهم والايجابيات ديالهم. بالنسبه لهذا القطاع هذا كان هو اخر قطاع تسلق، ويعني اول قطاع تسد، هذا الشيء اللي كنشوفوا. والناس راه عام ونص هذه ما خدامهاش، كاين اللي ما خدامش هذه عام ونص، كاين اللي باع دارو، كاين اللي باع الاسد ديالو، كاين اللي باع طوموبيلته، الله يحسن العوال الجميع. وكنشوفوا هذا الشيء هذا غادي، لا اله الا الله محمد رسول الله. راه الانسان كاين بعض الموسيقيين ولا بعض الناس اللي وصلوا لواحد الحاله اللي سمحوا في ولادهم كاع، يعني اللهم من هذا منكر. يعني كنجدوا صاحب الجلاله نصر الله وايده، هو اللي يشوف من حالنا ويشوف من هذا القطاع، هذا القطاع ديال الحفلات بصفه عامه. يعني الله يحسن الاعوان، لا موسيقيين ولا طباخات ولا تريتورا ولا لي سيرفور. يعني راه هذا يعني هذا القطاع هذا راه هز الاقتصاد المغرب، يعني ماشي ولو نخدموا حتى حنا غير بالتباعد، حتى حنا بحال الناس، حتى حنا نديروا 50%، حتى حنا نديروا الكمامات، حتى حنا نديروا بزاف ديال المسائل. يعني لا اله الا الله محمد رسول الله. هذا الشيء باش غادي نختموا الكلام ديالي. السلام عليكم خويا. حنا دايرين هذا الاحتجاج، هذا احتجاج سلمي، ما فيه حتى شي حاجه. اللي كنطالبوا به تنطالبوا به الحقوق ديالنا، واننا نخدموا عام ونص وحنايا جالسين. درنا تبعنا القوانين ديالنا، تبعنا داكشي اللي قالوا لنا، دايرين الفاكسان تاعنا ملقحين. حتى كنتفاجئوا دابا قالوا لنا عاوتاني ها القاعات هيسدوا، ما غاديش نخدموا اخويا. منين ما عندنا حتى مدخول اخر، ما عندنا حتى شي حاجه منين غادي نجيبوها. حنا ما طالبين حتى شي حاجه، طالبين غير نخدموا بحال دوك الناس. علاش السويقات خدامين؟ علاش الحافلات عامرين؟ الحافلات واش عندهم تيلتزموا بالقوانين اللي كيقولوها لهم؟ سير شوف الحافله كي دايره، كي كتكون عامره، شوف سير هبط للساحه الهديم كي دايره. وغير حنايا اللي جا هذا القطاع هذا اللي بغاو يطبقوا علينا القانون. حنا خويا ما تنطالبوا حتى شي حاجه، التزموا بالقوانين ويطلقوا لنا حتى حنا نخدموا علينا وعلى وليداتنا، هذا الشيء اللي كاين. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. احنا موسيقيين هذه الساعه هذه، احنا شنقول لك زعما لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. واش تيبان لهم غير الدومين هذا هو اللي فيه كورونا؟ ويمشيو يشوفوا الحمام ويشوفوا الطوبيسات ويشوفوا السويقات ويشوفوا يعني جميع القطاعات، كل شيء عامر. يعني غير حنا اللي تنبانوا لهم، غير حنا تنبانوا حنا فينا كورونا ولا ما فهمش. يعطيونا غير واحد الجواب على هذا الشيء هذا. ودايوغ راه العراسات راه كاين منظمين النظام اللي هو بصح النيت، ودايرين التباعد، دايرين كل شيء. علاش غيحقرونا هذه الحقره هذه كاملين؟ هذه راه الحقره هذه بمعنى الكلمه، الحقره هذه النيت. هادشي ماشي معقول، لا خدمه لا مخول، 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 هادشي ماشي معقول. السلام
عليكم. راوي سناء دايرين وقفة احتجاجية في مكناس بالنسبة للدومين ديالنا اللي كيشمل نقافة، كيشمل تخيتور، كيشمل الدراري مساكن اللي كيديروا الدورة، اللي كيهز منصة، بالنسبة للتخيتور كيخدم معاه حتى هو مساكن الدراري السربايا، الميناج، راه مول الهوندا، راه أي واحد، راه حنا من صغيرنا حتى لكبيرنا، راه من الراس الصغير حتى الراس الكبير، راه هذا الدومين هذا راه كيشمل عائلات، والدليل على هذا هو هاد الناس كاملين اللي كانوا واقفين. راه هاد الشيء راه ماشي معقول، راه باش تسدوا غير لهاد الدومين راكم قتلتونا وحنا واقفين. راه حنا دايرين كريديات باش نعطيو للناس رزيقهم، شرينا الحولي كريدي باش نفرحوا وليداتنا، باش غادي نردوا لهاد الناس الكريدي ديالهم. راه حنا مضرورين، راه حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اليوم كنتواجدوا أمام العمالة لأن وصلت فينا العظم، يعني ما كاينش اللي يحس بينا، الحكومة عطتنا واحد الفرصة باش غادي نستنفوا العمل، وقلنا بسم الله خدينا مواد، كل شيء مساعد، لا لي سيفر ولا العساوة، كل شيء مساعد، جات الناس عطتنا عرب يعني تاقت فينا، فبعيد به ليلة العيد كنتفاجئوا يعني ما احنا ما عيدناش، احنا تفاجئنا بعد الصدمة اللي صدمتنا فيها الحكومة، وحنا دون القطاعات كاملين، جميع القطاعات عندها 50% إلا القطاع ديالنا، الإلغاء، علاش هاد القهرة؟ علاش هاد الحكرة؟ حنا الآن كناديو بنداء واحد، صاحب الجلالة هو اللي غادي ياخذ لنا حقنا، أما بالنسبة للحكومة بالنسبة لنا حنا وصلنا الباب مسدود، وصلنا الباب مسدود، كنتمنى من الله ربي يرفع علينا الوباء، مع العلم أن الممول الحفلات أو لا أصحاب القاعات يعني ملتزمين بالتباعد، إلا شفتوا في القاعات كاين تباعد، يعني الطبالي كنكونوا دايرين 5 طبلة، عندنا محقمات، إنا حنا أولى من الحافلات ومن الأسواق ومن اللي ما عندهم تعقيم لا شي حاجة، حنا كل شيء عندنا في أمن القلب، ولهذا تنطلبوا استئناف العمل، لأن حنا تنشغلوا واحد الشريحة كبيرة اللي كتشتغل معنا، فيها سربايا، فيها طباخات، ديفان دميناج، يعني واحد المجموعة ديال الناس، كنتمنى من الله الخير إن شاء الله بحول الله، السلام عليكم.